أهلا وسهلا فيكم بالجلسة الـ10 من سلسلة هواة جمع الطوابع. اليوم راح تكون عن الجزء الثالث من لوحات من متحف الأرمتاج، المجموعة اللي صدرت في الاتحاد السوفيتي عام 1984، واللي كانت عن اللوحات البريطانية. المجموعة عبارة عن 5 طوابع بالإضافة إلى بطاقة تذكارية فيها طابعين. الطابع الأول هو عبارة عن طابع عن لوحة صورة الكونتيسة يلسفيتا فروتوسفا للرسام جورج هايتر. اللوحة هي زيت على قماش 127 × 102 سنتيمتر، موجود طبعا أمامنا الطابع والبطاقة المتطابقة الماكس كارد والمغلف اليوم الأول للإصدار. عدد الإصدار كان 4,900,000 طابع. الطابع الثاني اللي هو عن صورة للسيدة هاريت جرر للفنان جورج رومني، زيت على قماش 76 × 64 سنتيمتر، تفاصيل فنية اللوحة نفسها. اللوحة اللي بعدها أو الطابع اللي بعده عن لوحة اقتراب العاصفة جورج مورلاند، زيت على قماش 117 × 85 سنتيمتر. اللوحة عبارة عن لوحة عرضية أو يعني بشكل عرضي. أفضل رسوم كان لجورج مورلاند العلاقة دائما بمشاهد الريفية، المزارع والصيد، المهربين والغجر، مناظر طبيعية غنية ومزخرفة، مستوحاة من لوحات العصر الذهبي الهولندي. طبعا هون عدد الإصدار بدأ ينزل، صار 4,400,000 للطابع هذا. الطابع اللي بعده هو صورة لرجل مشهور ماركوس جريتس، اللي هو فنان الإبن، معروف عنه الإبن كون والده كمان كان رسام، وهو أيضا أخذ نفس المهنة. عدد الإصدار كان 3,700,000 والقيمة كانت 45. الطابع الأخير هو عبارة عن لوحة كوبيدي حل أزرار إزار فينوس الرسام جوشوا رينولدز، زيت على قماش 127.5 × 101.5. الرسام هو اعتمد على الأساطير اللي بتحكي عن كوبيد وعن فينوس. عدد الإصدار كان 2,000,000 طابع. البطاقة والمتطابقة ومغلف اليوم الأول للإصدار مثل الإصدارات السابقة اللي قبلها. آخر جزء من هذا الإصدار هو عبارة عن بطاقة تذكارية فيها طابعين، كل طابع بقيمة 50. هي لوحة صورة سيدة باللون الأزرق اللي هو الرسام توماس جينسبورو، زيت على قماش 63.5 × 67.5. يعتقد أن اللوحة هي طبعا شخصية المرأة الموجودة في اللوحة غير معروفة، لكن تم إعدامها في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات من القرن الـ18. عدد الإصدار كان 700,000 إصدار. وبالنسبة لختم اليوم الأول للإصدار كان كمان محطوط عليه تماثيل أطلانتس بعام 1984. هذا كان عن الجزء الثالث من لوحات في متحف الأرمتاج. شكرا جزيلا لكم واللقاء إلى الجزء القادم.